لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 او الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شابتر 1 Patterns of Change، Patterns of Change أو أنماط التغيير. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض Lesson 3 Parents and Offsprings، Parents and Offsprings أو الآباء والنسل، الآباء وأبنائهم أو الآباء والنسل بتاعهم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا parents زي ما احنا عارفين يعني الآباء، الأب والأم. offspring يعني النسل، يعني الذرية، يعني الولاد والبنات اللي الآباء دول خلفوهم. فparents and offsprings يعني الآباء والنسل بتاعهم. وهنا بيقول لنا read and highlight يعني اقرأ وظلل the inherited traits، الصفات الموروثة، and their facts والحقائق بتاعتهم، then answer، then answer وبعد كده جاوب. فهو مدينا في الباراجراف ده بعض المعلومات عن الزبرة أو الحمار الوحشي والأوفسبرينج بتاعه أو النسل بتاعه. فهنا بيقول لنا all offsprings كل الذرية كل النسل are similar، are similar يعني متشابهين to their parents لأبائهم وأمهاتهم. يبقى كل الذرية متشابهة لأبائها وأمهاتها. young zebras صغار الحمار الوحشي have strips، strips اللي هي الخطوط المألمة على جسمه دي، have strips and eat grasses like their parents. يبقى هو عنده الستريبس دي وكمان بيأكل grasses أو العشب like their parents زي أبوه وأمه. يبقى مرة تانية all offsprings are similar to their parents. young zebras have strips and eat grasses like their parents. يبقى هم كلهم متشابهين لباباهم ومامتهم، وفي نفس الوقت هم عندهم الستريبس دي او الخطوط دي المألمة على جسمهم، وكمان بيأكلوا الجراس او العشب like their parents زي ابائهم وامهاتهم. the pattern of strips النمط، التتابع الخاص بالخطوط الموجودة على جسمهم دي، كل واحد ليه عدد خطوط موجودة على جسمه بشكل معين. الباترن أو التتابع أو النمط اللي موجود بيه الستريبس دي على جسمهم on the zebra's body الموجودة على جسم الحمار الوحشي is a trait، is a trait هي صفة من الصفات ودي صفة جسدية. يبقى the pattern of strips on the zebra's bodies is a trait but each individual strips has a unique pattern. but each individual strips يعني كل واحد منهم عنده اليونيك pattern بتاعه او النمط، او النمط الفريد بتاعه، او النمط الفريد بتاعه. عمرك ما هتلاقي two zebras او اتنين من الحمار الوحشي عندهم نفس النمط الخاص بالستريبس دي، نفس الباترن او نفس التتابع مرسوم على جسمهم هما الاتنين بنفس الشكل. كل واحد منهم عنده اليونيك باترن بتاعه او اليونيك باترن بتاعه او النمط الفريد بتاعه. يعني زي البصمة بتاعت صباع بتاعنا، كل واحد فينا عنده بصمة في صباعه. البصمات بتاعتنا ما بتتشبهش خالص مع بعض. كل واحد من البني ادمين على كوكب الارض ليه البصمات الخاصة بصوابعه، ده اسمه يونيك باترن او نمط فريد ما بيتكررش، ما تكررش خالص ما بين شخصين في اي حتة في الدنيا. فبرضو بالنسبة للزبرز او للحمار الوحشي
كل واحد فيهم الستريبس اللي موجودة على جسمه دي موجودة في شكل يونيك باترن او في شكل فريد ما بيتكررش تاني. كل زبرة منهم عنده الستريبس دي موجودة على جسمه بشكل يونيك بشكل فريد ما تكررش تاني في اي حمار تاني. These strips الخطوط دي help zebras بتساعد الحمار الوحشي to survive علشان يعيش as they confuse some bugs eyesight لان هما كمان بيلخبطوا كده عينين الحشرات and prevent وبيمنعوا them الحشرات دي يعني from biting the zebras ان هما يقرصوا الحمار الوحشي which can make them sick القرص ده ممكن يخلي الحمار الوحشي يعيا. فالستريبس دي بتلخبط الحشرات وبتخليها ما تشوفهمش بشكل سليم فبالتالي بتحميهم من قرص الحشرات اللي ممكن يخليهم يبقوا عيانين او سك زي ما قلنا من شوية. مرة تانية These strips help zebras to survive survive يعني يعيش يعني يحيا as they confuse confused يعني بيلخبط some bugs eyesight and prevent them from biting the zebras which can make them sick. بيقول لنا كمان another trait صفة تانية من الصفات التانية الموجودة في الزبرز in zebras is that they have strong large teeth. Strong large teeth يعني أسنان كبيرة وقوية that help them اللي بتساعدهم بتساعد الزبرز bite off ان هم يقطموا and break down ويكسروا tough grasses الأعشاب الناشفة الأعشاب القاسية found in their habitat اللي موجودة في المواطن بتاعتهم. دي برضو trait أو صفة من الصفات اللي ممكن بيكونوا ورثينها من الparents بتاعتهم. Another trait in zebras صفة تانية من الصفات الخاصة بالحمار الوحشي is that they have strong large teeth that help them bite off and break down tough grasses found in their habitat. طبعا كده احنا عرفنا التريتس اللي بياخدها الزبرز او الحمار الوحشي from their parents من البيرنتس بتاعتهم من ابوهم وامهم وطبعا التريتس دي بتحميهم ازاي وبتساعدهم ازاي ان هم يسرفايف بعيد عن الحاجات اللي ممكن تضرهم. فهنا بيقول لنا بقى help me survive help me survive يعني بتساعدني علشان أعيش. هنا بيكلمنا بقى عن الصفات اللي احنا ممكن نكون بنورثها من البيرنتس بتاعتنا من البيرنتس بتوعنا من بابا وماما بتساعدنا الصفات دي او التريتس دي ان احنا نسرفايف او ان احنا نعيش. فهنا التيتشر بتاعتنا بتقول لنا we previously learned that احنا اتعلمنا قبل كده living organisms الكائنات الحية must meet their basic needs لازم تشبع احتياجاتها الأساسية air من الهواء food من الأكل water من المية and shelter ومن المأوى كمان to survive علشان تعيش. Let us discover خلينا نكتشف دعنا نكتشف how some traits ازاي بعض الصفات can also ممكن أيضا help in their survival help in their survival تساعد كمان ان احنا نفضل عايشين. يبقى مرة تانية we previously يعني سابقا learned that تعلمنا ان living organisms الكائنات الحية must meet their basic needs air food water and shelter to survive. Let us discover how some traits can also help in their survival. فهنا بيورينا مثلا في الجرف او في الزراف ازاي التريتس الاوفسبرينج او النسل يعني ورثها من البيرنتس او من الاباء والامهات ممكن تساعدهم ان هم يسرفايف او ان هم يعيشوا. فبيقول لنا هنا look at the pictures انظر على الصور and search وابحث about inherited traits inherited زي ما عرفنا المرة اللي فاتت يعني موروثة يعني تم تورثها من الأب والأم للأوفسبرينج زي ما قلنا المرة اللي فاتت inherited traits الصفات الموروثة that help these animals اللي بتساعد الحيوانات دي to survive إن هي تعيش
then answer وبعد كده جاوب على الأسئلة اللي بعد كده. فمدينا هنا صورة الجيرف أو الزراف وهو موجود في الهابيتات بتاعه أو في الموطن بتاعه، وبيسألنا هنا أول سؤال what trait or traits يعني did the offspring inherit، did the offspring inherit ايه هي الصفات اللي ورثها الأوفسبرينج من البيرنتس بتاعهم. فطبعا ممكن نقول ايه هنا يا اصحابي شاطرين، ممكن نقول long neck الرقبة الطويلة، long legs الارجل الطويلة، and colored pattern، and colored pattern والنمط بتاع الالوان الموجودة على الجسم. يبقى طبعا الـ inherited traits او الصفات الموروثة هي الـ long neck، long legs، and colored pattern او نمط الالوان الموجودة على الجسم. طب يقول لنا هنا mention one trait، mention يعني اذكر، one trait صفة واحدة and its importance واهميتها for survival، for survival اللي هي تخلي الكائن الحي ده يعيش، survival يعني البقاء على قيد الحياة. يبقى مرة تانية mention one trait اذكر صفة واحدة and its importance واهميتها for survival للبقاء على قيد الحياة. فمثلا ممكن نقول long neck الرقبة الطويلة allows giraffes بتسمح للزرافات to access food، to access food ان هم يوصلوا للطعام بتاعهم. طبعا احنا عارفين ان الجيرف بياكل الاوراق بتاعه الاشجار العاليه، فاللونج نيك او الرقبه الطويله دي بتساعده او بتالاو ذم اكسس فود او ان هم يوصلوا للطعام بتاعهم. يبقى مره تانية لونج نيك allows giraffes to access food. طب السؤال التالي بيقول لنا what would happen ايه اللي ممكن يحصل if this trait لو الصفة دي wasn't inherited، wasn't inherited ما تمش تورثها، يعني الـ offspring ما ورث الـ trait دي أو الصفة دي، ما بقاش عندهم long neck مثلا. طبعا هنقول giraffe would struggle to survive، struggle يعني يكافح، يعني هيعيش بصعوبة جدا. يبقى giraffes would struggle to survive، إن الزراف هيبتدي يكافح علشان يعيش. الجزء ده يا أصحابي بيكلمنا بقى عن إحنا ممكن نكون بنعتقد إيه، وبعدين الـ evidence أو الدليل على الاعتقاد بتاعنا ده. فهنا بيقول لنا what I think يعني ماذا أنا أعتقد، and my evidence، and my evidence والدليل بتاعي. what I think ما الذي أعتقده، and my evidence والدليل بتاعي. فجايب لنا هنا طبعا صورة للإليفنتس أو الأفيال، وبيقول لنا هنا إليفنتس الأفيال are the largest mammals، mammals يعني ثدييات، on land أكبر الثدييات on land على الأرض. يبقى الماملز يعني الثدييات. إيه هي الثدييات؟ هي الكائنات اللي بترضع صغرها، بعد ما بتولدها بترضعها علشان خاطر تخليها تنمو شوية زي البني أدمين. إحنا برضو ماملز، فمن أكبر أو أكبر الماملز أو الثدييات على الأرض هي الإليفنتس. they live in tropical regions، هم بيعيشوا في أماكن استوائية، استوائية يعني tropical، tropical أو استوائية يعني الأماكن الحارة جدا اللي هي قريبة من خط الاستواء، بتمتاز الأماكن دي إن هي حارة جدا، وطبعا الطقس بتاعها بيكون حار جدا. where the weather is extremely hot، extremely hot بيكون حار جدا. يبقى مرة تانية elephants are the largest mammals on land، they live in tropical regions where the weather is extremely hot، they have large thin ears، هم عندهم large كبيرة، thin سميكة، ears أذان، يبقى هم عندهم أذان كبيرة وسميكة، used to help cool them down، بيستخدموها علشان يبردوا جسمهم بيها. elephants الأفيال also أيضا have powerful trunk، عندهم trunk، trunk يعني خرطوم، عندهم خرطوم قوي جدا. to lift up food علشان يرفعوا بيه الطعام،
high up لأعلى on branches عاليا من على الفروع suck up وكمان يمتصوا يشفطوا water المية to drink علشان يشربوا and make sounds وكمان يعملوا أصوات to communicate علشان يتواصلوا with others مع بعضهم to warn the herd herd اللي هو القطيع اللي هو المجموعة بتاعت الأفيال warn يعني حذر to warn the herd ان هو يحذر القطيع about danger about danger عن اي خطر ممكن يهددهم يبقى مرة تانية they have large thin ears used to help cool them down elephants also have powerful trunks to lift up food high up on branches suck up water to drink and make sounds to communicate with others to warn the herd about danger طبعا يا اصحابي بعد ما تسمعوني وانا بعمل reading للباراجراف ده واي باراجراف تاني لازم نعمل pause للفيديو او نوقف الفيديو وبعدين نعمل reading لوحدنا علشان مهم جدا ان احنا ننمي السكيل بتاعت الريدنج دي ونعرف نقرا لوحدنا السنين الجايه زي ما قلنا قبل كده هيكون عندنا اكزامز وهيكون عندنا امتحانات فلازم نعرف نعمل ريدنج لوحدنا بشكل سليم بعد كده بيقول لنا they also هم ايضا they also have tasks tasks هنا اللي هي الانياب اللي هي حوالين الترانك بتاعهم دي اللي هي العاجل الابيض اللي طالع حوالين الخرطوم بتاعهم دي اسمها tasks او الانياب protecting their trunks بتحمي الخرطوم بتاعهم بتحمي الخراطيم بتاعتهم and help them وبتساعدهم كمان dig ان هم يحفروا for food لاجل الطعام and water والمية كمان يبقى هم عندهم التاسكس دي بتعمل protecting للترانكس بتاعتهم وكمان بتساعدهم ان هم يعملوا dig او يحفروا for food and water يبقى مرة تانية they also have tasks protecting their trunks and help them dig for food and water although رغم من they have no natural predators حيوانات مفترسة due to their large thighs على الرغم من ان هم مفيش حيوانات مفترسة تقدر تقرب منهم بسبب حجمهم الكبير but their young لكن صغرهم are easily bred breed يعني فريسة هم فريسة سهلة الصغار بتوعهم يعني بالرغم من هم كبار وما فيش حد من الحيوانات المفترسة يقدر يقرب منهم لكن الأوفس برينج بتاعهم أو الـ young elephants easily breed أو هو فريسة سهلة بالنسبة لأي predators أو بالنسبة لأي حيوانات مفترسة يبقى مرة تانية although they have no natural predators due to their large thighs but their young are easily preyed واخر حاجه بيقول لنا sadly بحزن the biggest threat يعني تهديد to elephants اكبر تهديد للافيال are humans هم البشر as they hunt them زي ما هم علشان هم بيصطادوهم for their tusks ivory اللي هو العاج علشان من اجل البني ادمين بيصطادوهم بسبب الانياب البيضة اللي حوالين الترانكس بتاعتهم دي اللي حوالين الخراطيم بتاعتهم دي علشان بياخدوا منها الايفوري او العاج يبقى مرة تانية sadly بحزن the biggest threat التهديد الاكبر to elephants للافيال are humans as they hunt لان هم بيصطادوا them بيصطادوهم يعني for their tusks ivory يبقى احنا عرفنا في الباراجراف ده بعض المعلومات الخاصة بالإليفانتس او بالافيال معلومات كتيرة عن الإليفانتس او الافيال هنستخدمها علشان نجاوب على بعض الاسئلة فبيقول لنا هنا اول حاجة Where do elephants live طبعا احنا عرفنا ما بيعيشوا في التروبيكال ريجنز او في الاماكن الاستوائية السؤال التاني بيقول لنا What are the common traits between the adult and offspring elephants؟ ايه هي الصفة
الشائعة اللي بين الأدلت الأفيال البالغة والأوف سبرينج أو النسل بتاعهم. طبعا الكومن تريت أو الصفة المنتشرة والشائعة اللي بين الأفيال الكبيرة والصغيرة they have large thin ears used to help cool them down, وكمان they also have a powerful trunks, هم عندهم خراطيم قوية to lift up food high up on branches and suck up water to drink. طبعا دي common traits أو صفات شائعة بينهم الكبار والصغيرين, عندهم large thin ears دي أو الأذان الكبيرة السميكة دي, وكلهم عندهم trunks. لكن بالنسبة للتاسكس أو بالنسبة للأنياب بتكبر بتطلع بس للكبار أو الأدلتس, ما بتبقاش موجودة عند الصغيرين. طب بيقول لنا في رقم 3 explain why parents and offspring look like in the same way but different in others. ليه الـ parents والoffspring شكلهم بيتشابه في بعض الحاجات بيختلف في حاجات تانية. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو, والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.